زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة عن العادات الخاطئة في التعامل مع الأكل. بالفعل في ناس كتير جدا عندها ثقافة خاطئة جدا في التعامل مع الأكل والوجبات اللي بياكلها على مدار اليوم، أو ما تعرف زي ما بنسمعها كده مؤخرا السناكس. بقينا بنتجه لأكلات ممكن تسرع من الأمراض العضوية، أكلات ممكن أنها تسبب خلل في الجهاز الهضمي، عادات غذائية بتوصلنا لحالة من الكسل ومن الخمول. صحيح، زي ما قلنا في أول حلقة جمانة، فعلا في دراسة علمية بتقول أنه في علاقة ما بين الأكل السريع والوجبات السريعة دي وظهور أعراض الشيخوخة المبكرة خصوصا في سن الشباب. ده هيكون محور كلامنا دلوقتي مع ضيفنا اللي موجود معانا عبر تطبيق زوم، دكتور حمدي الأمين، أستاذ مساعد التغذية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل عليكم، صباح الفل يا استاذ محمد، صباح الفل يا استاذ جمانة. صباح النور. اسمح لي انطلق معاك في الحوار مع نتائج الدراسه العلميه اللي احنا اتكلمنا عنها، او المؤتمر الطبي اللي اتكلم عن العلاقه ما بين الامراض الشيخوخه المبكره واعراضها والاقبال على الوجبات السريعه. هل فعلا في علاقه ارتباط، وشايف نتائج دي ازاي؟ هي عشان الوقت بقى ضيق، وبقى كل واحد بيشتغل والوقت بقى ضيق، فالناس بدأت تتجه للوجبات السريعه في بعض الاحيان، او كمان ساعات عشان بيحتفلوا بيها كمان، وما يعرفوش اللي هي المدى الضرر الفظيع اللي هي بيحصل لهم بسبب الموضوع ده. اكتر حاجه بتجيب مشاكل في المناعه هي الاكلات اللي فيها دهون كتير، وفيها مواد صناعيه كتير، وفيها لحوم مصنعه وسكريات كتير. الحاجات دي بتضعف المناعه بشكل كبير في وقتها، الحاجات دي التغذيه بتاعتها او العناصر الغذائيه بتاعتها بتبقى قليله جدا، ده بيؤدي لضعف المناعه، مشاكل صحيه كتير، بيؤدي لظهور اعراض الشيخوخه سواء بالشكل الخارجي او الاعضاء الداخليه، ظهور أمراض زي القلب وزي الضغط زي السكر، مشاكل في المناعة كبيرة. الحاجات دي كلها بتبقى نتيجة المواظبة على أكل الجنك فود والكلام ده. طيب إيه العادات الغذائية اللي ممكن توصل صاحبها للشيخوخة المبكرة وهو لسه يعني شاب صغير؟ يعني بعيدا عن الاكل، لكن هل في عادات في الاكل او في طريقه تناول الغذاء ممكن كمان تؤدي للشيخوخه المبكره؟ طبعا لازم العناصر الغذائيه تبقى موجوده، اللي هي بتبقى لازم احط في طبق يبقى فيه خضار كتير، في ورق اخضر كتير، الالياف الطبيعيه ديت هي اللي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعي، لازم يبقى مليئه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه، لازم ابقى البروتين بتاعي يكون كتير، ولا ده بسبب الاستشفاء او ان انا بيخليني بعد تعب اليوم ان انا لازم اكل كميه بروتين تكون كافيه سواء من المصادر النباتيه او المصادر الحيوانيه. الكارب بتاعي لازم يكون، او اللي هي مصدر الطاقه بتاعي لازم يكون من مصادر جيده، والدهون بتاعتي تكون مصادر جيده. ازاي؟ اغلبيه الحاجات اللي بتبقى موجوده من العادات الخاطئه اللي احنا بناكل العيش او الدقيق الابيض، المصادر اللي هو مصدر العيش الدقيق الابيض بشكل كثيف، اللي هو بيعلي الانسولين والقيمه الغذائيه بتاعته صفر، اللي هي بتبقى غالبا زي الفينو او العيش الابيض او العيش الشامي او الحاجات دي المفروض اللي احنا بنقلل منها. بناكل سكريات في الحلويات بشكل كبير مؤخرا، وخاصه في فترات الصباح، واللي هو فترات الصباح وفترات المساء اللي هو اطراف الصبح واخر الليل. الحاجات دي بتبقى مضره جدا جدا جدا، وبتسبب مشاكل للسمنه، وبتشكل خطر على اصحابها، وبتشكل خطوره جامده جدا على الصحه العامه للفرد، وبتخلي اعراض الشيخوخه بشكل كبير جدا، وامراض الشيخوخه تبدا تيجي بدري. يعني لو هي كانت بسبب امراض وراثيه وهتيجي في سن الـ60، هتبدا تيجي في سن الـ50، وبتيجي في سن الـ45، وبتبدا تبقى بدري نتيجه اللي فيه مشاكل صحيه موجوده، نتيجه التغذيه الغير متوازنه بشكل كبير، مش متكامله العناصر الغذائيه. دكتور حمدي، يعني مع ايقاع الحياه السريع كل يوم ومشاغلنا الكتير، احنا بنلجا دايما للاكل بره في الشارع والاكلات اللي هي الوجبات السريعه. هل علميا في حد امن؟ يعني احنا ما نقدرش نملع تماما السلوك ده، لكن هل علميا في حد امن لتناول الوجبات السريعه كم مره مثلا، ولا هي مضره بكل اشكالها؟ هي مضره بكل اشكالها، بس بيبقى في بعض الليمت اللي الجسم يقدر يتخلص منه لو انت عملتها مره او مرتين بكتير في الايه؟
في الاسبوع، في الاسبوع الواحد. لكن انا في الاسبوع الواحد، لكن للاسف ان انا بشوفه اللي هي بقت ده مسار حياتنا اليوميه، المقليات، السكريات، الحاجات الحاجات المقليه والحاجات اللي هي المسكره بشكل كبير او كسويتس، وخاصه السويتس المصنعه دي بتسبب مشاكل في المناعه بشكل كبير جدا، وبالتالي بتؤدي الى رفع الكوليسترول، رفع دهون الدم، رفع دهون الكبد، بتؤدي لمشاكل صحيه. فتيجي تلاقي المفروض السن دوت ما يجيش فيه الامراض ديت، فتلاقيه بقى بيجي له مشاكل يعني مرضيه بشكل كبير في سن مبكر بسبب العادات الغذائيه الخاطئه اللي هي بتحصل في خلال اليوم. طيب هل برضو يعني برضو عشان نكون منصفين، في أطفال ممكن تكون بتحب الوجبات السريعة، إحنا شخصيا الكبار بيحبوا الوجبات السريعة، هل لو عملنا الوجبات السريعة أو ما يشبه الوجبات السريعة، البرجرز والحاجات دي كلها، ممكن لو عملناها في البيت هل في طريقة أمنة إن إحنا نعملها في البيت أو طريقة غذائية سليمة نقدر نعملها في البيت؟ طبعا في البرجر اللي موجود، اللي بيبقى موجود في السوق، احنا ممكن نيجي بخامات قليله بنقدر نعمل الحاجات ديت بتبقى بشكل صحي، وممكن بالاير فراي، وممكن بتطهي بشكل صحي، لان هي حتى مهما كانت سيئه في البيت هي هتبقى افضل، حتى لو هي مقليه مليون في البيت. المية. يعني حتى لو هي مش اير فراير او مش في الجهاز اللي هو بيطهو الاكل عن طريق الهواء، في ضغط الهواء بالظبط، لكن لو هي مقليه بتبقى افضل في البيت برضو، بتبقى افضل بالبيت، لان هو الزيت اتعمل او اتقلى بعدد اقل بكتير من اللي ما بيتعمل بره. عدد القلي اللي بيتقلي بيه في المطاعم بره نتيجه العدد الكبير وتخلي الوجبات بشكل كبير بتبقى اكسدت، وبشكل كبير بتبدا تبقى مضره بشكل كبير جدا، وبتوقف عمليه المناعه من يوم ليومين، هي بتقللها بشكل كبير جدا بشكل وقتي. مع تكرار هذه العاده اللي انا باكل مقليات او باكل شانج فود وبناكل الحاجات ديت، فده بيسبب اللي انا مناعتي بتقل بشكل كبير، فعرضه ان انا يجي لي امراض بشكل كبير جدا في الفتره اللي انا باكل فيها جانج فود بشكل مستمر. طب دكتور حمدي، يعني خلينا كده نعترف ونصرح نفسنا كلنا انه الاكلات السريعه دي مغريه جدا، مغريه وبتخلينا دايما نروح مره واثنين وثلاثه. حضرتك ازاي بقى نوجد البديل الصحي؟ ازاي يبقى عندي فعلا وجبات صحية طول اليوم من الخضروات من الفاكهة، وعود نفسي على كده، بالإضافة طبعا لفكرة التمارين الرياضية، ولو حتى تمارين خفيفة جدا بمارسها بشكل يوم. بص، هي الرياضة لا غنى عنها، هي عبارة عن أي اكسرسايز حتى لو كان خفيف، المشي، الحركه، التجميل. في ناس كتيره جدا ما بيحبوش يروحوا مثلا إيه؟ مثلا في ناس كتيره ما بيحبوش يروحوا الجيم او يمارسوا الرياضه بشكل يومي. لا، المشي كفيل، وهو اكتر حاجه بتقلل الدهون وبتقلل الكوليسترول، وبتخلي الجسم يبدا يستهلك السموم اللي جواه ويتخلص منه. هي الفكره اللي احنا لازم في مقدار قليل جدا جدا من الرياضه بشكل يومي، او حتى على قد ما نقدر، لان هو دوت اللي هيخلينا صحيا اعلى. الهارت ريت بتاعنا او معدل النبضات بتاعنا بيبقى ابطا، بيخلي الطاقه بتاعتنا منتظمه بشكل كبير، بيزود النشاط والطاقه عندنا ان احنا نقدر نكمل. فبالتالي هي الرياضه لها غنى عنها، عشان افضل بصحي بيفضل طبعًا الناس طبعًا الشخص بصحته لاطول فتره ممكنه. اما بالنسبه للاكل، فبالنسبه للاكل اللي هو جنك فود، ازاي اوجد له بديل؟ فايده الدهون اساسا اللي بتخلي الاكل طعمه حلو. فبيبقى الجنك فود كله عباره عن دهون، والدهون دي بتخلي ريحته وطعمه جميل. صحيح. فانا بالتالي انا ممكن استبدل الدهون نتيجه القلي المتكرر، واللي هي المؤكسده اساسا نتيجه الزيوت المهدرجه والزيوت المصنعه والفتره ديت، ان انا ابدا استبدل دوت بالحاجات اللي هو حتى المقليات اللي موجوده في البيت، او الدهون الصحيه اللي بتبقى موجوده سواء في الافوكادو، او موجوده في المكسرات، او موجوده في البدائل الطبيعيه. وابدا استخدم البدائل الاكثر صحيه، زيت الزيتون او زيت حبه الكتان اللي هو الزيت الحار، بديل الزيوت الثانيه اللي ممكن تكون ليها مشاكل صحيه او اضرار صحيه كبيره اكتر من الموجوده في السوق. نشكر حضرتك دكتور حمدي الامين، استاذ مساعد تغذيه الرياضيين بكليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان، شكرا لحضرتك يا فندم.